أمسي على المشاهدين بالخير، أقول كيف حال الجميع؟ وفيه موضوع يتداورون فيه كثير إخواننا اليمنيين حفظهم الله ورعاهم، وأطفى نار الفتنة في بلادهم إن شاء الله عاجل غير آجل. والله أنتم يا أصحاب اليمن منا وفينا، وأصحاب كرم وشهامة وعروبة، وجلسنا معكم عشرات السنين وعرفنا الشهادة عنكم، وله غريب الجود والطيب من أهله. ولا تستفزكم بعض القنوات من أحد المسلسلات الذي ليس محسوب على الوطن، وحنا عشنا معكم عشرات السنين وعيالنا وعيالكم مشاركين في الجبهات، وما يحدث فيكم والله أنه يوجعنا ونتألم منها جميعا. فأرفعوا أنفسكم عن أن يجب أن لا يهزك ريح أن تأثرهم بالشيء هذا. حنا نبى القربة بيننا فيما بيننا، لأن شعب واحد والأقربون الأقربون. ولا تنسون أصحاب الوقفات معكم عقود من الزمن. أخوكم سعود بن بدر.